بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس الجديد اللي كيتعلقنا بمكون الجغرافيا، طبعا القسم السادس ابتدائي، المرجع هو الجديد في الاجتماعيات. إذا كما ترون مميزات العنوان، مميزات وطني الغطاء النباتي والثروة الحيوانية. الغطاء النباتي والثروة الحيوانية. إذا الهدف أتعرف تنوع الثروة النباتية والحيوانية بالمغرب وأبرز فوائدها وأهمية الحفاظ عليها. إذا نتعرف على تنوع الثروة النباتية والحيوانية طبعا ببلدنا، ثم فوائدها، ثم أهمية الحفاظ عليها. أمهد لتعلمي. يتميز الغطاء النباتي الطبيعي والثروة الحيوانية في المغرب بتنوع يساهم في التوازن البيئي ويتطلب مزيدا من الرعاية. إذا ما أنواع الغطاء النباتي؟ سنتعرف عليه. ما فوائده؟ كيف نحافظ عليه؟ نعم. ثم ما مكون ثرواتنا الحيوانية؟ كيف نحافظ عليها كذلك؟ وما مظاهر سوء استغلالها؟ وكيف نحد منها؟ إذا إذا شفنا في الوثيقة الأولى هنايا عندنا مناطق غابة الأرز، نعم يوجد فيه طبعا هنايا الجبال الريف، هنا كاين طبعا هنا في إفران وفي خنيفرة. ثم عندنا هنا غابة العرعار اللي في وجدة طبعا هنا في الرباط وأزيلة طبعا الصغيرة. ثم نديروا الصورة هنا، عندنا غابة البلوط هي موجودة طبعا هنا في الرباط. ثم غابة الأرقان، وغابة الأرقان بين ما بيناش غابة الأرقان ها هي طبعا. ثم عندنا انتشار الحلفاء السهوب، ها هي انتشار الحلفاء السهوب. إذا نعود إلى السؤال، الأسئلة أو النص، سنقرأ النص ده الآن. نعم نعم هنا تقولنا مظاهر تنوع طبعا الغطاء النباتي. تشكل الغابة أهم عناصر الغطاء النباتي الطبيعي، تكسو حوالي 13% من مساحة المغرب، يعني 9 ملايين هكتار، وتتنوع أشجارها بفعل تنوع المناخ. يتأقلم الأرز من المناخ مع المناخ طبعا الجبلي، الأطلس والريف، جبال الأطلس وجبال الريف مثلا، ويقاوم الأرقان المناخ الجاف طبعا في الجنوب الغربي. نعم. إذا قالوا أنهم أراحض الخريطة وطبعا والصور وأجيب على الفجرية. أنواع الثروة الغابوية كما قلنا قبيلة، كاينة الأرز، كاينة العرعار، غابة البلوط، ثم الأرقان، ثم الحلفاء اللي هي السهوب. هذه واضحة. أحدد مناطق توزيع الغابات الأرز والعرعار. إذا مناطق التوزيع ديالها ها هي كاين هنا عندنا في إفران وخنيفرة، هاد الأرز العرعار في وجدة وهذيك أزيلال والصويرة، نوضحوا الصورة، ثم الرباط. ها حنا نعطيكم الأجوبة التي قمنا بها. نعم. إذا مناطق ديال توزيع غابات الأرز إفران وخنيفرة، مكتبانش طبعا ديال العرعار، مناطق توزيع غابات العرعار وجدة الرباط أزيلة الصغيرة، ثم طبعا وأكادير على. ثم نمشيو دابا نشوفوا السؤال الموالي، وأبين علاقاتها بتوزيع الجبال. لاحظوا مثلا الأرض يوجد في المناطق الجبلية، يوجد في المناطق الجبلية، فطبعا إذا علاقة نضع الكتاب الإجابة بعدها. هي علاقة طبعا غابات الأرز والعرعار بتوزيع الجبال هي أن هذه الغابات تنمو وتتأقلم في المناطق الجبلية. إذا تنمو وتتأقلم في المناطق الجبلية، طبعا جبال الأطلس وجبال الريف. هنا أحدد منطقة منطقة انتشار الأرقان بالريف. نعم، فين الأرقان؟ ها هو طبعا قلنا فين كيتوجد، في الصويرة، في أكادير طبعا. إذا ها منطقة تواجد طبعا شجر الأرقان. إذا فهو كيتوجد هنايا يعني في المنطقة الجنوبية الغربية. نعم، في المنطقة الجنوبية الغربية. وأعرف منتجا غذائيا يستخرج من شجر الأرقان. فهذا شجر الأرقان كنتج منه زيت الأرقان المعروف، زيت أرقان. إذا ها هي اللي بغينا نشوفوا هنا الإجابة. نعم، إذا هنا يوجد شجر الأرقان بالمغرب في المناطق الجنوبية الغربية للمغرب،
وكيستخرج من الشجر الأرغان زيت الأرغان، زيت الأرغان. نعم، هنا أعرف نبات الحلفاء وحد منطقة انتشاره. ها هو الحلفاء، نوضح الصورة هنا، ها هو انتشار الحلفاء السهوب. نعم، وفي المنطقة الشرقية. نعطيو تعريف ليه، وفي المنطقة الشرقية نعطيو تعريف ليه، شنو هو الحلفاء. نعم، ها هي تعريف نبات الحلفاء: نباتات هزيلة متفرقة، طبعا غالبا ما تكون شوكية، تنمو في المناطق شبه الجافة، تنمو في المناطق شبه الجافة، ومنطقة انتشارها تكون في المنطقة الشرقية، يعني وجدها في جيك في المنطقة الشرقية. ثم نعطيو تعريف الغطاء النباتي الطبيعي، يعني هي الأشجار الأعشاب التي تنمو بشكل طبيعي أو يجدد الإنسان غرسها أحيانا للحد من تراجعها. هذا هو الغطاء النباتي، هي كل الأشجار والأعشاب التي تنمو بشكل طبيعي أو يجدد الإنسان غرسها أحيانا للحد من تراجعها. نمر إلى الخريطة، هي بدون عنوان. طبعا نشوف المفتاح: غابات طبيعية، مناطق يعاد تشجيرها، هي مناطق يعاد تشجيرها. والغابة الطبيعية هذه هي جات في سلسلة جبال الأطلس، ثم هنا كاينة في الريف. نباتات الحلفاء يوجد في المنطقة الشرقية، نباتات الحلفاء. أقترح عنوانا لهذه الخريطة. إذا عنوان، فهذاك هضرنا على توزيع الغطاء النباتي المغرب، توزيع الغطاء النباتي المغرب، توزيع الغطاء النباتي المغرب. ثم هنا قلنا أصف توزيع مناطق الغطاء النباتي الطبيعي وأبين علاقة ذلك بتوزيع طبعا السلاسل. أعتذر، نقف. أصف، قلنا عيد، توزيع مناطق الغطاء النباتي وأبين علاقة ذلك بتوزيع السلاسل الجبلية. نعم، لاحظوا المناطق الجبلية تجد بها غابات كثيفة طبيعية كثيفة. ثم نلاحظ في المنطقة الشرقية توجد نباتات الحلفاء، وهذا اللون الأحمر الذي يدل على إعادة التشجير. إذا أعطيكم واحد التعريف، ها هو درته، واحد الوصف، ها هو. نعم، إذا خصو يكون واضح. هذه نعم، ها هو. فنقراو، قلنا العنوان هو توزيع الغطاء النباتي بالمغرب. هنا يتوزع الغطاء النباتي الطبيعي في المناطق الجبلية، طبعا الريف والأطلس، حيث نجد غابات طبيعية كما يوجد في المناطق الجنوبية الغربية. شنو كاينة؟ كذلك غابات طبيعية. أما في الشرق نجد نباتات الحلفاء، في الشرق وجده فيه. كما أن الغطاء النباتي ينمو في المناطق التي يعاد تشجيرها، المناطق التي يعاد تشجيرها. إذا هنا قال لك تتم إعادة التشجير لمواجهة تراجع الغابة. أذكر بعض العوامل التي تؤدي إلى تراجعها. إذا العوامل، وسبق أن شفنا هذا الشيء في الخامس، يعني كاين القطع المفرط الأشجار، الرعي الجائر، كذلك الحرائق المهولة، التصحر، التعرية، انجراف التربة، هذو كلهم عوامل. ها هما هنا: القطع المفرط للأشجار، الرعي الجائر، الحرائق طبعا، التصحر، التعرية، كذلك القنص المفرط. فالقنص المفرط كيؤدي إلى انقراض الحيوانات، وهذوك الحيوانات كيعطيونا الفضلات التي تساعد في تخصيب التربة. تما القنص ديال الجائر هو كيأثر على الغطاء النباتي. نعم، الآن دابا سنمر إلى الموالي. هنا عندنا، شو تيقولنا هنايا؟ خطاطة تصنف وتعدد فوائد الغطاء النباتي. إذا ها أنت لاحظوا الغطاء النباتي، فوائد ديالو اقتصادية، ثم صحية، ثم مجتمعية، ثم بيئية. إذا عندنا أربعة الفوائد الأساسية اللي هي اقتصادية، صحية، مجتمعية، بيئية. هنا عندنا طبعا لحماية البيئة الغطاء النباتي، التدفئة طبعا. هنا باينة هنا صور لبعض فوائد الغابة، هنا شنو هذا؟ زيت الزيتون، وكذلك لصنع الكتب الأوراق، كذلك للآتات، وكذلك للرعي، الرعي ديال الأبقار الماشية بصفة عامة. أصنف فوائد الغابة مع أمثلة كما في هذا الجدول. نعم، ها هي فوائد اقتصادية، صحية، مجتمعية، وقلنا بيئية. نعم، هنا قال لك إذا الفوائد ديال مثلا البيئية، ما يتعلق بالبيئة، عندنا تنقية الهواء. نعم، جيد، ها هما درنا واحد مجموعة من الإجابات. نعم، هنايا
عندنا هنا نقربوها. نعم ايه، المهم نحاولوا، اعتذر انا نحاول نقربوها. هيا اذا تبان دابا اكثر وضوحا. اذا هنا فوائد بيئيه بحال تنقيه الهواء كما قالوا لنا، منع ظاهرتي الانجراف والتعريه، الحصول على التوازن البيئي، الحصول على التوازن البيئي. فوائد صحيه فكما قلنا صناعه الادويه يعني كنحصلوا على الموارد الطبيعيه للصناعات الدوائيه. اذا فالغطاء النباتي كيعطينا موارد طبيعيه للصناعات الدوائيه نصنع منها الادويه. فوائد اقتصاديه، صناعه الاثاث المنزليه، المواد الاوليه للتصنيع، يعني صناعه الاوراق الورق، صناعه الملابس، فهذه فوائد اقتصاديه. ثم فوائد مجتمعيه، فهي مصدر عيش الانسان، مصدر عيش الانسان. ثم تدفئه كما جاءت في الصوره، هي التدفئه. نعم اذا نمر الى السؤال الموالي. شي قلنا وصنفناها تتضمن الوثيقه او صوره شجره تشبه شكل الرئه، هي هذه، هاي تشبه شكل الرئه، ويقال الغابه رئه في الطبيعه. أبين ما يعني ذلك، ما معنى الغابة رئة الطبيعة؟ لأن الغابة هي اللي كتنتج لنا غاز الأكسجين اللي كيحتاجه طبعا جميع الكائنات، تنتج غاز الأكسجين وتقوم بتنقية الهواء الغابة والتخلص من الغازات المضرة سواء للإنسان والكائنات الحية. إذا مثلا هي كتمتص ثنائي أكسيد الكربون وكتعطينا ثنائي الأكسجين أو الأكسجين، وتقوم بتنقية الهواء وإزالة طبعا الغبار والتخلص من الغازات المضرة للإنسان ولباقي الكائنات الحية. طبعا ها هي نقراوها، تنتج غاز الأكسجين، لأن الرئة تنتج غاز الأكسجين وتقوم بتنقية الهواء والتخلص من الغازات المضرة للإنسان والكائنات الحية، بحال الغاز ديال ثنائي الأكسجين، ثنائي الأكسجين. نعم هنايا احدد في الجدول الاتي دور كل نوع من الاشجار، يعني الارز والعرعار والسنديان والارغان والحلفان، شنو الدور ديالهم، ما درناهم هنايا فجمعناهم هنا. بالنسبه طبعا الارز عنده الصناعه والبناء والمعمار واثاث المنزل، العرعار حتى هو البناء، هذا السنديان اللي بثلاثه، الراعي والصناعه والبناء والمعمار، الارغان ثاني الراعي والحطب، وعندنا الحلفاء حتى هو الرعي والحطب، وحتى الارغان نستعملوه من غير الرعي والحطب. نعم هنا قالوا لنا الغابة الثمينة من واجب الحفاظ عليها، ارصد من الوثيقة التاسعة. نعم ما كتبناش الوثيقة التاسعة، ساوضحها، ها هي ارصد من الوثيقة التاسعة ومن مكتسباته ما يمكن القيام به لحماية نمو الغابة. اذا من الوثيقة تسعد اما غرس اشجار ولا بحال كنلاحظوا هذا اعاده التشجير، وكذلك مكتسباتي شنو غنقوموا به باش نحميو الغابه. اذا لحمايه الغابه خصنا زراعه الاشجار او اعاده التشجير، خصنا الحد من الاحتطاب الجائر، الاحتطاب الجائر يعني قطع الاخشاب، حمايتها من الحرائق، التحفيز والحث على الاسترزاع، يكون تحفيزات والحث على الاسترزاع نزرعوا، وثاني فرض عقوبات وتجريم اي اعتداء على الغابه، فرض عقوبات وتجريم اي. ها هي مثلا من زراعه الاشجار، الحد من الاحتطاب الجائر، حمايته من الحرائق، التحفيز والحث على الاسترزاع، استزراع، فرض عقوبات وتجريم اي اعتداء على الغابه. جاء في الاخير هنا اتم الشعار الاتي واشرح معناه، غرسوا فاكلنا ونغرسوا فياكلون، ونغرسوا فياكلون، غرسوا فأكلنا ونغرس فيقولون، معناه أن الأجداد غرسوا الأشجار فاستفدنا من ثمارها ومنافعها كاملة، ماشي غير الثمار ديالها، منافعها كاملة، ويتعين أو يتوجب علينا أن نغرس الأشجار أشجارا ليستفيد منها أحفادنا. ننتقل للنشاط الثاني، أتعرف مكونات ثروتنا الحيوانية وكيف نحافظ عليها. إذا هذه نماذج من الوحش المستوطن بالمغرب، ها هما الدربان، الخنزير البري، الثعلب والأرنب، هادو طبعا نماذج من الوحش المستوطن في المغرب. تتميز ثروتنا الحيوانية بالتنوع، تضم 25,000 صنف تم تعريفها، طبعا 11% منها مستوطن بالمغرب، وتشمل هذه الثروة 113 صنفا من الثدييات و317 صنفا من الطيور. نعم
إذا أتعرف نماذج من الوحش؟ قلنا هاي الدربان، الخنزير البري، الثعلب، الأرنب. وأبحث عن نماذج أخرى، سنبحث عليها ضعف الوصف. أرصد من الوثيقة اثنان وثلاثة، أين هي اثنان وثلاثة؟ نعم ها ثلاثة وها اثنان. أسماء الطيور في طور انقراض واللي انقرض، هاي اللي في طور انقراض عندنا العقاب، الرخام، اللقلاق، الأبو منجل، هادو في طور انقراض. وهادو طبعا انقرضات بحال الأروى، الضبع، ثعلب الفنك، ثم غزال الجبال، هادو انقرضوا. نعم دابا ننتقل إلى النشاط الموالي. نعم جيد، ننتقل إلى النشاط الموالي. هنا شنو قال لنا؟ أرصد من الخريطة إجراءات يقوم بها المغرب لحماية ثروته. نعم حاول الحاجة نقراو الخريطة مزيان. عندنا الخريطة منتزهات ومحميات ومواقع تعنى بالثروة الطبيعية. منتزه سوسة ماسة يضم شنو في هذا واحد منتزه سوس؟ فيه طيور، نباتات، أشجار نادرة ووحش صحراء يستغل في تناسل الحيوانات مقارنة من المغرب كالنعامة، النعامة والغزالة. إذا شوفوا المفتاح، منتزهات وطنية، هاي لاحظوا منتزهات وطنية تبان لكم، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 منتزهات وطنية. محمية طبيعية، هي محمية طبيعية. ثم مواقع ذات أهمية إحيائية وبيئية، هي موجودة بكثرة، ها هي محميات. السؤال قالنا أرصد من الخريطة إجراءات يقوم بها المغرب لحماية الثروة. إذا ماشي يحمي الثروة الطبيعية والحيوانية والنباتية، المغرب قام ب إنشاء منتزهات وطنية، إنشاء منتزهات ومحميات طبيعية. منتزهات هذا هو اللي قام به المغرب، يعني إنشاء منتزهات وطنية راه هي 10 لازم تحسبوا ما تقوم 10، ومحميات طبيعية. أتعرف معنى معنى المنتزهات الوطنية؟ نعم سأقوم بتعريف المنتزه الوطني.